السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقة النهاردة، ازاي نعالج الاسهال للقطط الصغيرة في البيت بكل سهولة. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة، وما تنسوش قبل ما نبدأها لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نبدأ حلقتنا على طول. طبعا القطط عندي كلها كان عندها اسهال. طبعا انا مرضيش اصور لكم بوكس الرمل لانه طبعا كان منظره ما كانش حلو قوي، الناس ما كانش هتحب المنظر ده. وطبعا كانوا عاملين في كل اوضه وعلى السجاد وعلى البلاط. الموضوع كان صعب جدا جدا من امبارح. فجأة قمت الصبح لقيت كل القطط بلا استثناء عندها اسهال، واسهال شديد مره واحده، مع اني ما غيرتش نوع الاكل ولا اي حاجه، انا ماشياهم على نوعين بس من الاكل لغايه لما يتموا شهرين، وبعد كده هبقى ادخل لهم نوع جديد. طبعا الام هي كان عندها اسهال، سيما كانت بتعاني من الاسهال. طبعا كنت بعالجها ان هي تاكل مسلوق بس بطاطس على فراخ مهروسه، وكنت بديها نشا على ميه. طبعا انا هعمل لكم دلوقتي المفروض ده. هما رضعوا منها. طبعا قمت الصبح لقيتهم كلهم بلا استثناء عندهم اسهال. زي ما انتم شايفين هم قاعدين كسلانين، بس الحمد لله هم بياكلوا، بس الاسهال عندهم ميه ولونه اخضر، يعني ولونه اخضر كده فاصفر، بس اللهم لك حمد وشكر ان هو ما فيهوش دم ولا فيه اي حاجه. طبعا لو الاسهال مصحوب بدم ده لازم نروح للدكتور على طول. فانا طبعا دلوقتي هوريكم عملت ايه، تمام؟ وهم الحمد لله بدأوا يتحسنوا شوية. هوريكم دلوقتي ان انا عملت ايه. طبعا ده المكون اللي معايا، ده معلقة نشا على معلقتين مية، دوبتهم في بعض. خلاص هبدأ ان انا ادي القط سرنجة، هديله سنتي سنتي بالظبط زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين ده 1 سنتي، كل قط فيهم هديله سنتي، تمام؟ بالسرنجة. طبعا مفعول النشا ده مفعول سحري، انا اديتهولهم بصراحة من امبارح. الاسهال بدأ يمسك معاهم شوية، بس طبعا مش عنده الموضوع صعب، شايفين؟ انا هديهولهم بكل سهولة كده اهو، هيبدأ ان هو يلحسه في جنب البق. لو القطة هيغلبنا هنديله في جنب بقه كده بالسرنجة اهو. طبعا مفعول النشا ده بجد مفعول سحري، بيمسك البطن ما شاء الله، والحمد لله من امبارح بدأوا ان هما يتحسنوا. يلا افتح بقك يا مشمش. طبعا دي روح يا جماعة، لما بتكون تعبانة ما بتقولش ان هي تعبانة، فلازم ان احنا ايه نعالجهم اهو كده. انا اديته السنتي، تمام؟ كمان مشمش لقيت عنده من كتر الاسهال عنده المنطقة دي. طبعا هما كانوا مبهدلين نفسهم جامد جدا، شايفين؟ انا طبعا منضفة كل المنطقة دي بفوطة مبلولة بمية دافية، مسكت القطط كلها نضفتها لانها ما كانتش عارفة تنضف نفسها، وطبعا القطط الكبيرة ما بتنضفهاش، فمسكت القطط كلها نضفتها تمام بفوطة مبلولة مية دافية، ومسكت المكان ده كله دعكته وطهرته وسرحت لهم وحطيت لهم البودرة بتاعتهم وكل حاجة تمام. بس مش بقى عنده مشكلة. مشكلة ايه؟ ان عنده المنطقة دي وانا بنضفها له لقيتها ملتهبة ومنفوخة زي ما انتوا شايفين كده، كل ما احط ايدي عليها شايفين بيصرخ، مش مستحمل اي حاجة غير اخواته التانيين. بصوا بس علشان الموضوع يبقى واضح، هنا مش عنده التهاب، عنده التهاب في المنطقة دي، شايفين اهو؟ اما بلمسها بيعيط، المكان ده كده ملتهب. هجيب مثلا اخوه اهو، ده ولد برضو اهو، شايفين ما شاء الله ما فيهوش اي حاجة خالص، المكان اهو زي الفل، ولا بيتوجع ولا بيطلع صوت ولا اي حاجة، انما مش مستحمل. فانا طبعا هقول لكم لو القطط عندها التهاب في المنطقة دي يا جماعة، انسب علاج ليها هو زيت الزيتون. زيت الزيتون صدقوني انا من امبارح حطيت له، مش كان ملتهب جدا جدا من كتر الاسهال، ان هو اكتر قط فيهم كان عنده اسهال، كان بيعمل كتير قوي. فطبعا لما شفت المكان ده ملتهب، حتى للالتهابات العاديه بتاعت الانسان، يعني لو حد عنده التهابات بيحط زيت زيتون، بجد احسن من المراهم واحسن من الفازلين واحسن من كل حاجه. بدات ان انا احط المشمش زيت الزيتون من امبارح على المنطقة دي بالقطنة، تمام اهو،
وادعكله كده بالراحة. شايفين يا عيني بتألم ازاي؟ مش مستحمل اي حاجة عليها خالص. هبطت شوية عن امبارح، ده هي امبارح كانت ورمة جدا يعني، كانت عالية قوي. فبدأت ان انا احط له زيت الزيتون اهو، بدأ الموضوع يهدى شوية والالتهاب يخف اهو. عشان دي روح هنتحاسب عليها، لازم طبعا نهتم بيهم ونعالجهم اهو، ونعرف ايه هما تعبانين من ايه ونعمله اهو. خلاص كده انا حطيت له زيت الزيتون واديته السرنجة بتاعت الايه النشا، اديته 1 سنتي 1 سنتي مرتين في اليوم، 1 سنتي دوت لحالات الاسهال اللي هي ما بتبقاش معاها دم في البراز، انما لو في دم في البراز لازم هناخد علاج وادوية. طبعا يا جماعة المعلومات اللي انا بقولها دي انا ما بطلعش اقول حاجة كده وخلاص، لازم اكون جربت الحاجة الاول وبعدين اطلع اقولها علشان الناس تستفيد منها وعلشان محدش يتضر، لان طبعا ده روح وممكن انا اقول معلومة حد ياخدها وطبعا ينفذها وانا بكون قايلة المعلومة دي غلط، فما ينفعش لان طبعا انا هتحاسب عليها. فطبعا انا جربت النشا مع القطط للاسهال، القطة الكبيرة اللي هي الام، وجربت مع الصغيرين اللهم لك الف حمد وشكر جابت نتيجة معاهم. طبعا اديتها لهم مرتين في اليوم للصغيرين، والكبيرة اديتها 3 مرات، الكبيرة اديتها 3 سنتي، والصغيرين اديتهم كل قط فيهم اديته 1 سنتي تمام مرتين في اليوم. وكنت طبعا بعمل لهم الاكل، لان طبعا انا بدأت اكلهم، ما ينفعش ان انا امنع عنهم الاكل. بعمل لهم بطاطس مسلوقة مهروسة كويس جدا مع سيريلاك القمح، طبعا ده القمح بيمسك برضو البطن. وطبعا زيت الزيتون للالتهابات برضو كويس جدا جدا جدا. الحمد لله هدى الدنيا شوية عند مشمش، وبدأ الموضوع ان هو يهدى عن امبارح كتير جدا الحمد لله. القط كان تعبان جدا وكان على طول عمال يصرخ ويصوت. طبعا انا وريتكم الفرق، وريتكم القط اللي مش تعبان اللي ما عندوش التهابات، ووريتكم القط اللي عنده التهابات، عشان تبقى كل حاجة برضو واضحة قدامكم. بكده النهاردة تكون حلقتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم وتكون استفدتم من المعلومات اللي انا قلتها لكم. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة واللايك بتاعكم الجميل، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.